طهران تشكل لجنة للتحقيق في اغتيال خدائي، رئيسي يهدد بالثأر وإسرائيل تتأهب. عشرات اليمنيين أمام محكمة لاهاي للمطالبة بفك الحصار عن تعز، وعمان تتحضر لمحادثات يمنية لبحث الموضوع. عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في العراق، والكويت تعلق رحلاتها الجوية. الاشتباه في حالة إصابة بجدر القرود في لبنان، والفيروس يواصل انتشاره في عدد من دول العالم. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، نبدأها من هذا التعليق في أول تعليق له على مقتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني خدائي بالرصاص أمس في طهران. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن الانتقام لمقتله أمر حتمي، معلنا ملاحقة المرتكبين. وقال وزير الداخلية الإيراني إن لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية تشكلت لمتابعة التحقيقات، وإن نتائج التحقيقات ستعلن بعد انتهائها. هذا ويجري رئيس مباحثات رسمية في مسقط تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية ومختلف المجالات ومنها السياسية وفق التصريحات الإيرانية. وغداة اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في طهران، رفعت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها حول العالم وعلى حدودها خشية رد انتقامي إيراني، فيما رأى مراقبون أن الاغتيال في طهران مؤشر على نية إسرائيل توسيع رقعة المواجهة مع إيران لتشمل العمق الإيراني. التفاصيل مع زياد حلبي. نحن في الجولان المحتل، ثمت حال تأهب تسود الجبهة الشمالية بشقيها السوري واللبناني، لكن إسرائيل لم تعلن عن حال التأهب هذه خشية من أن تفسر على أنها اعتراف باغتيال إسرائيل للضابط الإيراني في طهران. لكن مصادر إسرائيلية تشير إلى أن اغتيال هذا الضابط هو بمثابة رسالة للإيرانيين بأن المواجهة بين إسرائيل وإيران لن تقتصر على الجبهة السورية والغارات، وقد تمتد إلى الأراضي الإيرانية أيضا. مصادر إسرائيل تؤكد استمرار التنسيق الأمني مع الروس واستمرار الغارات في سوريا، لكن هناك قلق إسرائيلي يتنامى بفعل السلوك الروسي بعد إطلاق صواريخ من بطارية S-300 روسية تجاه مقاتلات إسرائيلية مؤخرا، وإعادة انتشار القوات الروسية والاهتمام الروسي المكثف بالحرب على أوكرانيا تباعا في الأجواء، والذي يحمل رادارا متطورا جدا يمكنه أن يرصد المسيرات وهي في طريقها من الجبهة الشرقية من العراق وإيران والشمالية أيضا من سوريا ولبنان. زياد حلبي، الحدث، الجولان المحتل. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أناقشه مع الصحفي المختص في الشأن الإيراني الأستاذ مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك. يعني نحن أمام مجموعة دلالات، انطلاقا من محسن فخري زاد العالم الإيراني، اغتياله تم في داخل طهران، وبالتالي أنت أمام ضابط حرس ثوري اغتيل أيضا في الداخل الإيراني، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يعكس ذلك دلالات الاختراق للنظام الأمني الموجود في الحالة الإيرانية؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا الاختراق ليس اختراقا جديدا. لو عدنا إلى الفترة التي تم سرقة وثائق إيران النووية بالقرب من العاصمة طهران ونقلها إلى إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عمل مؤتمر صحفي وعرض الوثائق التي حصلوا عليها من داخل إيران، وعندما اعترف محسن رضاي القائد السابق للحرس الثوري والمساعد الاقتصادي للرئيس حاليا بأننا مخترقون، وأحمدي نجاد وكثير من المسؤولين طرحوا السؤال بأننا مخترقون، ولكن المسألة في
تحول نوعية مواجهة إسرائيل على الأراضي الإيرانية. كيف؟ لأنه لحد الآن ما تم استهدافه كان يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني أو علماء نوويين إيرانيين، ولكن هذه المرة يتم استهداف شخص مرتبط بالبرنامج الصاروخي والأسلحة. هذا نوع من التحول في موقف إسرائيل ضمن دائرة الصراع المحتدم بينها وبين إيران، من اغتيال العلماء إلى اغتيال الضباط والجنرالات، الضباط المرتبطين بالبرنامج العسكري الإيراني بشكل عام، لأنه إسرائيل تعتقد بأنه هذا الضابط كان له دور كبير في نقل الأسلحة إلى سوريا وإلى حزب الله، حسب ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. لذا هذا تحول في نوعية مواجهة. لكن القبضة الحديدية التي يتحدث عنها الإيرانيون في الداخل، باعتبارك أنت أمام نظام أمني بامتياز، قبضة حديدية، أجهزة أمنية تراقب بعضها البعض، وبالتالي فكرة اختراقها في حد ذاته دلالة يعني بالنسبة للحالة الإيرانية من الداخل بأنه ليس بهذا الشكل الذي صور للجميع. لو نظرنا إلى خارطة المكان التي تمت في عملية اغتيال العقيد خدائي، نعم، في شارع مجاهدين إسلام، هذا الشارع هو قريب من البرلمان الإيراني، يعني في قلب طهران، قلب طهران، في منطقة قريب من بهارستان اللي موجودة كل مؤسسات الدولة الرسمية موجودة. هذا يعني بأن هذه المنطقة تخضع لرصد ورقابة أمنية مشددة، ويتم اختراقها في عز النهار، نعم، وفي هذه الساعة المزدحمة من ساعات الازدحام في العاصمة الإيرانية طهران. يبدو بأنه هناك خطط كبيرة موجودة إلى داخل إيران، وعناصر لتنفيذ هذه الخطط موجودة على الأرض في داخل إيران. عندما يأتي شخصان يقلان دراجة نارية وتأتي سيارة أخرى تغلق الشارع وتعمل انسداد حتى أحد لا يدخل إلى شارع حتى تتم عملية اغتيال هذا الضابط، يبدو بأنه يد إسرائيل مفتوحة. وما حذر بشأنه المسؤولين الإيرانيين السابقين وهم في السلطة الآن، يبدو هذا حقيقي وواقعي وليس تحذيرا ضمن صراعات داخل السلطة، بل هو مبني على وقائع كما نشهدها. طيب، في كل مرة يحدث اغتيال أو تصفية مال لأحد الفاعلين في النظام الإيراني يكون هناك رد، نعم، من إيران. لو نتذكر كان دائما هناك ردود تأتي إما في العراق، نعم، للقوات الأمريكية الموجودة في العراق أو في المجرى المائي الموجود في الخليج العربي وغيره. هذه المرة إلى أي حد يمكن أن تتوقع أن يحدث الرد من قبل إيران في أنا في أعتقد من سوريا ناحية إسرائيل، نعم، أم من سوريا ناحية العراق، نعم، أم في الممرات المائية؟ نعم، إسرائيل ليس لها وجود مادي ملموس داخل العراق، وحتى عندما هاجمت إيران أربيل أعلنت أربيل وأعلنت بغداد أيضا بأن ما المكان الذي تم استهدافه هو تابع لرجل أعمال، نعم، كردي في كردستان العراق، ولكن إيران أصرت بأنه كان هدفا إسرائيليا. البعض يعتقد بأن إيران تختلق أهداف إسرائيلية حتى تناسب مستوى التهديدات التي تطلقها ولا تجد طريقة لتنفيذها. هل إيران مثلا ممكن من سوريا أن توجه صواريخ إلى إسرائيل؟ لا أعتقد إيران تقدم على هذا العمل، كما أنه لا يمكن أن تفرض على حزب الله أن يفتح جبهة، نعم، لبنانية مع إسرائيل. لذا من المحتمل أو المحتمل الممكن قد تقوم إيران ببعض الأعمال ضد المصالح أو الممثليات الإسرائيلية في بلد ما في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا. هذا طبعا تكهنات، إلا أن التهديدات تبقى على رفوف الزمان والمكان المناسب
حتى يتم تنفيذها عندما يأتي هذا الزمان والمكان المناسب كما تقول إيران. أنا أشكرك أستاذ مسعود الفك الصحفي المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. قتل 5 أشخاص على الأقل فيما لا يزال 80 تحت الأنقاض في عبدان في إيران إثر انهيار مبنى من 10 طوابق وبسبب الظروف غير المستقرة للمبنى الثاني للمجاور واحتمال انهياره أيضا، فإن عملية الإنقاذ باتت معقدة وصعبة بحسب مواقع إيرانية. ماشينا ابدا خيابون اميري نگاه کن ملت بدبخت نظم العشرات من أبناء الجالية اليمنية في أوروبا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على تعز، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تندد باستمرار حصار الحوثي على مدينة تعز بالرغم من الهدنة الأممية، وطالب أبناء الجالية اليمنية المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين والضغط على الجماعة لفتح الطرق الرئيسة من وإلى مدينة تعز، وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة فتح الطرقات أمام حركة التنقل ووصول الإمدادات والمساعدات للسكان المدنيين المحاصرين في المدينة منذ 7 سنوات. إلى ذلك وتلبية لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، وصل وفد ميليشيات الحوثي إلى العاصمة الأردنية عمان فيما يتوقع وصول الوفد الحكومي الأربعاء القادم، وذلك لعقد مشاورات بموجب اتفاق الهدنة الأممية حول رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح الطرق في باقي المحافظات. مكتب المبعوث الأممي في عمان أكد أن المشاورات ستنطلق الأربعاء المقبل فيما تتصاعد الاحتجاجات في تعز والمطالبات برفع الحصار الحوثي الذي دخل عامه 7. نوضح أكثر معاناة هذه المحافظة وهذه المدينة وهي محافظة تعز جراء هذا الحصار الذي وصل إلى عامه 7. هناك آلاف القتلى وآلاف الجرحى سقطوا في محافظة تعز المحاصرة على يد ميليشيات الحوثي منذ مارس من عام 2015 نتيجة القصف المتواصل، والأخطر من ذلك قيام الميليشيا بزرع الألغام والعبوات الناسفة التي أودت بحياة المئات وخلت لفت أمثالهم من المعوقين. كما نصبت الميليشيا عشرات الحواجز ونقاط التفتيش لتمنع من خلالها دخول أبسط الاحتياجات الأساسية للسكان، وحولت المنشآت الاقتصادية والحيوية في تعز إلى أطلال خلافا للمكانة التي كانت تحتلها قبل الحرب كمدينة صناعية وثقافية بعد أن دمرت وعطلت أبرز المنشآت والمؤسسات الاقتصادية فيها، فيما جعلت ما تبقى منها رهينة للابتزاز وموارد مالية رئيسة لها. ووفق مصادر وزارة التخطيط اليمنية فإن الأضرار التي طالت المدينة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، حيث تعرضت أكثر من 4800 منشأة منها 58 مصنع فضلا عن 750 منشأة أي بنى تحتية من جسور وطرقات ومطار تعرضت للأضرار الكلية والجزئية. أيضا يأتي قطاع الطاقة على رأس البنى التحتية التي تعرضت لتدمير ممنهج لا سيما محطة كهرباء عصيفرة ومحطة كهرباء المخا. البنك الدولي قدر حاجة تعز للتعافي وإعادة إعمار قطاع الطاقة إلى 122 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات أو 24 مليون دولار لسنة واحدة فقط. هذا وحولت الميليشيات الحوثية
أبرز المنشآت السياحية والحيوية إلى ثكنات عسكرية تستخدمها لقصف المدينة، كما قامت الميليشيا بتدمير ونهب مقر البنك المركزي المحاذي لمبنى التشريفات في حي الكمب ونهب مقر البنك في حي العرضي. وخلافا للمنشآت الحيوية والاقتصادية داخل المدينة، يبرز مصنع البرح للأسمنت كشاهد عيان على الخراب الذي جلبته الميليشيات إلى تعز، حيث نهبت مكونات الديناميت الخاص بتفجير جبال المعادن والأسمنت في تصنيع الألغام والمتفجرات. من القاهرة ينضم لنا الكاتب الصحفي الأستاذ وضاح الجليل. أستاذ وضاح أهلا بك. الوفد الحوثي وصل إلى عمان، وبالتالي أسألك عن توقعك إذا ما كانت هناك انفراجة ما. خلينا نبدأ بالأول بتعز وفك الحصار، هل يعني ينفذ الحوثيون هذا البند أو هذا الشرط للهدنة في فتح الحصار؟ نعم، مساء الخير وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين والسادة محمود. طالما وأن فتح مطار صنعاء وتشغيله وتشغيل ميناء الحديدة أيضا تم بتلك السهولة، بينما الطرقات الحيوية في مدينة كبيرة وتضم عدد كبير من السكان يحتاج إلى مثل هذه المشاورات وهذه اللجان وكل هذه التعقيدات، فهذا يعني بالتأكيد أنه لن يتم فتح الطرقات ولن يتم إعادة الحياة إلى هذه المدينة كما كانت في السابق. ربما يستجيب الحوثي للكثير من الضغوط التي تجري حاليا، ربما يقدم تنازلات لأسباب أخرى مرتبطة بالملف النووي الإيراني، لكن ذلك لن يعني فك الحصار تماما عن تعز. سيفتح بعض الطرقات الفرعية أو طريق رئيسي واحد فقط، وسيخضعه لسيطرته ويمارس المزيد من الانتهاكات في ذلك الطريق. نحن الآن نوشك على أن ننتهي من الهدنة المعلنة والمقدرة بشهرين، وخلال هذه الفترة نفذت كل شروط الحوثي، بينما الشروط الأخرى والبنود الأخرى من الهدنة لم تنفذ. طيب، وما يزال الحوثي يتنصل منها جميعا. نعم. طب سوز وضح، ما هو التصرف الأمثل إذا فعلا الميليشيات الحوثية نفذت ما تقول عنه أنت، يعني أنها تلاعبت بفكرة التسليم؟ نعم، ينبغي على الجميع أن يقف موقف المسؤولية الكاملة والجادة مع هذا الملف. على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوط حقيقية وليس ضغوط فقط من أجل إبعاد الإحراج عن نفسه، لابد أن تكون ضغوط. لا، أنا أسأل على اليمنيين يا أستاذ وضاح، يعني هل يقع اليمنيون في نفس الخطأ، بمعنى أعطوا للحوثيين قبل أن يعطي الحوثيون لهم؟ يعني قبض الحوثيون قبل أن يفعلوا أي شيء، فتح مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وهم لم يعطوا أي شيء وفي النهاية تنصلوا، وبالتالي هل يمكن أن يقع المجلس الرئاسي والشرعية في نفس الخطأ في مفاوضات عمان كما وقعوا في الخطأ السابق؟ نعم، هذا متوقع جدا. للأسف الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية
لديها الكثير من النوايا الحسنة وتعتقد بأن الحوثي ربما يجنح للسلم هذه المرة، لكن نحن دائما نعرف أن الطريق إلى جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة. ينبغي أن يدرك الجميع أن الحوثي لن يقدم أي تنازلات حقيقية، وأنه لن يقدم التنازلات الحقيقية إلا إذا ما كان تحت ضغط شديد، وهذا الضغط من كافة الجهات ومن كافة على كافة المستويات. بدون هذه الضغوط وبدون أن يكون الحوثي مكرها فإنه لن يقدم أي تنازل. الحوثي لديه مشروع استعلائي على الجميع ولا يمكن. كيف يكون مكرها أستاذ وضاح؟ يعني كيف يكون مكرها؟ هو لم يكن مكرها بالسلاح، يعني نتيجة كل هذه الحرب 7 أعوام، ولكنه في النهاية لم نرى إكراه يجبر الميليشيات على الرضوخ وتنفيذ حتى المطالب التي تطلب منها. بالعكس، نرى الشرعية هي التي تقدم مقدما، يعني تعطي شيكات مقدمة للميليشيات الحوثية. نعم، هذا يعود إلى أن المعارك التي كانت الشرعية تحقق فيها انتصارات كانت جزئية، بمعنى أنه لم يتم الإصرار على تطهير كامل الأراضي اليمنية. يعني لأخذ مثلا محافظة تعز، المدينة كانت محتلة تماما من قبل الحوثي وكان يسيطر على أغلب أجزائها. تم تحرير أغلب أحياء المدينة وطرد الحوثي من هذه الأحياء إلى أطرافها. إذا كانت المعركة استمرت بعد ذلك وتم تحرير الأطراف وتم مطاردة الحوثي خارج المدينة، كان الحصار سيفك رغما عن أنف الحوثي، وكان الحوثي سيضطر إلى تقديم تنازلات إما عبر المفاوضات العسكرية أو الانسحابات، عفوا المفاوضات السياسية أو الانسحاب بدون حتى مفاوضات. رأينا ذلك في معركة الساحل الغربي عندما كانت القوات المشتركة والموالية للحكومة على مشارف مدينة الحديدة وتكاد أن تطهرها تماما وتستعيد ميناء الحديدة، ثم استجابت للضغوط الدولية وقدمت التنازلات وسمحت للحوثي بالتلاعب والسيطرة، وحتى الاتفاق الذي حدث بناء على ذلك وهو اتفاق ستوكهولم لم ينفذ منه أي بند سوى البند واحد يخدم الحوثي، وهو بند وقف إطلاق النار، بينما استمر الحوثي بخرق كافة بنود الهدنة. المعركة هي معركة اليمنيين جميعا. الآن المجلس الرئاسي يملك مشروع توحيد اليمنيين في صف واحد. إذا أدرك الحوثي أن اليمنيين جميعا اتفقوا على مواجهته وترك خلافاتهم جانبا، هنا سيبدأ بالتفكير الجدي في تقديم التنازلات. هم اتفقوا أستاذ وضاح، يعني هم اتفقوا في اجتماع الرياض، ولكن المشكلة في تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. وبالتالي هنا أسألك عن الخبرة السياسية، خبرة المجلس العسكري السياسي، خبرة المفاوضين اللي هيلتقوا بالوفد الحوثي في عمان، إلى أي حد يمكن التعويل عليها، مع الأخذ في الاعتبار أنك تفاوض دولة، يعني لا تفاوض ميليشيا، تفاوض دولة وراء الميليشيا لها خبرة كبيرة في المماطلة، والدليل أن العالم كله الغربي في كفة معهم أمريكا في مفاوضات فيينا متعثرة، وفكرة المماطلة والتسويف كبيرة جدا. فكيف يمكن أن تنعدل هذه كفة، يعني كفة الخبرة السياسية عند المفاوضين مع الميليشيات الحوثية؟ نعم، بمثل ما يعمل الحوثي حاليا على الأرض، على جمع الأموال وجمع الموارد وأيضا التجنيد والتحشيد من أجل القتال مستقبلا، بمعنى أن هذه الهدنة بالنسبة له هي فترة استراحة، ينبغي أيضا على الأطراف الأخرى أن تستعد، على المجلس الرئاسي أن يسرع بإجراءات توحيد التشكيلات العسكرية بشكل كامل، إزالة كافة العقبات والخلافات أمام تشكيل توحيد هذه التشكيلات، ترتيب الأوضاع وتطبيعها في المناطق المحررة، اكتساب ثقة المواطنين وثقة المجتمع بأكمله من أجل أن يكون هو الداعم الرئيسي في المعركة المقبلة. ربما إذا رأى الحوثي أو أدرك بأن المعركة القادمة ليست في صالحه يقدم تنازلات حقيقية منذ الآن، لكن إذا لم يرى الحوثي ذلك ورأى أن الخلافات ستستمر، فبالتأكيد سيستمر في المماطلة والمراوغة والمناورة. رأينا كيف كسر الحوثي في بضعة أيام في محافظات مثل
في محافظة شبوة، عفوا في مديريتي عسيلان وبيحان، ومن ثم بعد ذلك تقدمت نفس القوات التي كسرته في هذه المناطق في محافظة مأرب وكسرته، ولولا أن المعركة توقفت ربما كان الحوثي الآن يفاوض على شروط استسلامه. نعم تفضل. أستاذ وضاح الجليل الكاتب الصحفي، أستاذ وضاح شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل ننتقل إلى عنوان جديد وفيه: واشنطن تؤكد المضي في عقوباتها ضد شخصيات لبنانية وتتهم حزب الله بخلق اضطرابات في لبنان والمنطقة. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للعاصمة المؤقتة عدن. عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماع لها بحضور جميع أعضائها. ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامه؟ الواقع اليمني سيدتي معقد بشكل كبير. قاعدة وداعش لا يعملان منفصلان عن الجماعة الحوثية. نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفقا لمعطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم. ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار صنعاء مرة أخرى؟ عدن على موعد جديد للقيام بدورها كعاصمة مؤقتة. نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن. كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيجبرون على السلام. هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة، برأيك من أين ستكون البداية؟ في لبنان تنطلق التحضيرات للتقدم بالطعون في نتائج الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري خلال المهلة الممتدة إلى نهاية الشهر الذي يعقب إعلان النتائج الرسمية. ويستعد المجلس الدستوري إلى تلقي طعون من دوائر لبنان الشمالي والمتن الشمالي والشوف وعلي، فيما رجح أن تتقدم القوات اللبنانية طعنا في دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل. شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية ذات كفاءة وملتزمة بإعادة بناء الثقة. وقال مصدر حكومي أمريكي للحدث إن ثمة بعض الملاحظات الأمريكية على العملية الانتخابية في لبنان، مشيرا إلى أن اللبنانيين يريدون حكومة قادرة على حل مشاكلهم. وعن تقدم معارضي إيران وسوريا اكتفى المصدر بالقول إن هذه خطوة وما يأتي مهم، مؤكدا أن واشنطن ستدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات المطروحة عليها. المصدر ذكر أن موقف الولايات المتحدة من حزب الله لم يتغير، ذلك أن واشنطن ما زالت تصنفه ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، كما جزم أن حزب الله يتسبب في الاضطرابات في لبنان وفي المنطقة. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية للحدث أن بلاده قلقة من أزمة الطاقة وتأثيرها على استقرار لبنان، مضيفا أن واشنطن تنتظر من الأطراف الاتفاقات النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار القلق من مسألة العقوبات. وأكد أيضا على معالجة الوضع الإنساني في لبنان من دون المس بمسألة العقوبات على سوريا.
هذا وتنشط الاتصالات والمشاورات في لبنان في مواجهة استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي على ضوء إعلان العديد من الكتل النيابية لرفضها التصويت لانتخاب الرئيس نبيه بري، فيما تبرز مخاوف عدة من لجوء حزب الله وحلفائه لإدخال البلاد في فراغ دستوري وبالتالي تأزيم الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يرزح تحته اللبنانيون. دعونا نوضح أكثر في هذه المسألة المتعلقة بالانتخابات والتخوفات التي لم تنتهي بإجراء هذه الانتخابات في وقت أيقظت الانتخابات الأخيرة آملا كانت مفقودة، إلا أن شيئا من الحذر وحتى الإحباط يحيط باللبنانيين. فخسارة حزب الله وحلفائه لما يعرف بالفيتو لم يجرده من السلطة الكافية للمواطلة وللتعطيل أيضا، حيث تتهيأ قوى الأكثرية البرلمانية السابقة لتعطيل المؤسسات من جهة وخوض حرب سياسية ضد التغييريين الذين أبرزتهم صناديق الاقتراع. والأخطر من المواجهات السياسية أن يفاقم التعطيل الأزمة الاقتصادية وما تشمله من تجميد خطة التعافي ودفع الدولة ناحية مزيد من الانهيار. في هذه الحالة البرلمان المعطل يعني حكومة معطلة، ومن بعدها فراغ رئاسي جديد، وبالتالي وقف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعذر إقرار الموازنة العامة والإصلاحات المطلوبة. وقد سبق لحزب الله وحلفائه أن مارسوا التعطيل نفسه بين عام 2006 و 2008 ثم 2014 و 2016، علما بأن إيران ووكلاءها قادرون على إبقاء الوضع اللبناني في غرفة انتظار التسويات الدولية والإقليمية، لا سيما أن القوى الدولية تميل في المراحل المقبلة إلى استرضاء طهران لإنجاز الاتفاق النووي وعدم تأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط مع تواصل الحرب الأوكرانية. ليبقى الرهان قائما على التغييريين الذين اخترق عدد منهم حواجز الثنائي الشيعي وأطاحوا برموز للنظام السوري ودخلوا تحت قبة البرلمان، غير أن مراقبين ينفون قدرة هؤلاء على إحداث التغيير إن لم يوحدوا صفوفهم، وأضافوا أيضا القيمة على صوتهم في المجلس بمواجهات الثنائي الشيعي وأيضا التيار الوطني الحر. مرة جديدة تغطي سحب ترابية سماء العاصمة العراقية ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. الحكومة العراقية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية في أرجاء البلاد اليوم على خلفية تعرضها لموجة غبار كثيفة سواء الأحوال الجوية. كما أعلن وزير التربية تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية. من جانبها أعلنت إدارة الشركات العامة للخطوط الجوية أنها استأنفت رحلاتها بعد انتهاء العاصفة وعودة مدى الرؤية، فيما أغلق معرض بغداد الدولي للكتاب اليوم على خلفية العواصف الترابية.
في الكويت أعلنت هيئة الطيران المدني توقف حركة الملاحة بسبب العاصفة الترابية. مش مبين ولا شيء. الله مشكلة طلع سكرت. معي من بغداد عبر الهاتف مدير إعلام هيئة الأرصاد الجوية العراقية أستاذ عامر الجبري. أستاذ عامر أهلا بك. هل عرفت الأسباب أو المبررات التي جعلت هذه العواصف بهذا الكم الكبير في العراق؟ أهلا وسهلا بك سيد العزيز، أسعد الله مساءكم ومساء جميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام. فيما يخص العواصف الترابية وتصاعد الغبار الذي يتأثر به البلاد تقريبا منذ ما يقارب 4 أشهر، خاصة في من بداية شهر 1 لحد هذه اللحظة، أكيد سيد العزيز إحنا لدينا كانت تحذيراتنا الاستباقية بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إضافة إلى التغيرات اللي موجودة عندنا، بعض الأمور اللي موجودة عندنا اللي كانت هي تقريبا سهلة لتأثر البلاد بالتغيرات المناخية. أولا احنا بالعراق سيد العزيز كنا نتوقع بالشهر الرابع والخامس المنخفضات الموسمية، المنخفض الموسمي اللي دائما كان يثير البعض من الغبار إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن تأثرنا هذا الموسم بمنخفض جديد اللي هو كان أصلا قادم من شمال أفريقيا من الصحراء الكبرى الذي كان له دور كبير أيضا في ارتفاع درجات الحرارة، وإضافة إلى تصاعد الغبار والعواصف الترابية بكثافة. فهذه أيضا يعني سيد العزيز مؤثرات يعني بسبب تغيرات المناخية، حركة المنظومات الضغطية. والمشكلة الأخرى احنا يعني سيد العزيز أيضا المشكلة الأخرى، المشكلة هي احنا بالعراق حاليا تعرف احنا هذا الموسم أول افتقاد الأمطار، كمية الأمطار كانت قليلة جدا، إضافة إلى الصحراء، إضافة إلى قلة المياه في البحيرات وانقطاعها بسبب المعقد الأمور، إضافة نفتقد الحزام الأخضر اللي هو من العوامل المهمة الذي نوعا ما يعني يقلل من الشدة، الغطاء النباتي. والمشكلة الأكبر في العراق هي جرف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مجمعات سكنية، وهذا أيضا اعتبر كارثة طبيعية، لأن احتواء سيد العزيز أنت في جفاء قلة الأمطار وقلة المياه في البحيرات أكيد راح يصير عندك هشاشة الأرض، وهشاشة الأرض سوف تكون يعني حالة لجميع التغيرات المناخية. لذا اعتبر العراق من ضمن أول 5 دول اللي أعتقد هي 12 أو 13 دولة اللي تتأثر بالتغيرات المناخية. أستاذ عامر هل تتكرر، يعني هل يمكن أن يكون هناك تحذيرات موجهة للعراقيين الآن بأن هذه العواصف يمكن أن تتكرر، أم هي مرتبطة بوقت وانتهى الوقت؟ لا سيد العزيز احنا يعني حتى حاليا في قسم التنبؤ الجوي نشير بان خلال هذا الصيف سوف يكون هناك تصاعد للغبار، يعني ليس عواصف ترابيه احنا نذكرها، نقول تصاعد للغبار بسبب العوامل التي ذكرها مثل الامطار وغيرها. نعم. ولكن العواصف الترابيه من الصعب ان تتنبأ في فتره طويله بخصوص العواصف الترابيه، وذلك بسبب اولا التغيرات المناخيه واقول التقلبات الجويه اللي تحدث وعدم استقرار حاله الطقس، فذلك يمنعك طبعا من ان تتنبأ بمستقبل بحدوث عواصف ترابية. البقعة الجغرافية المتضررة، يعني احنا شايفين العراق الكويت، يعني هل هناك دول أخرى متوقع فعلا وصول هذه العواصف إليها؟ والله تقريبا سيد العزيز يمكن أعتقد بلاد الشام بعض الدول ودول الخليج تأثرت بهذا الارتفاع، ولكن احنا هنشوف حتى اليوم بالنسبة للمناطق، يعني احنا اليوم العراق تقريبا المناطق اللي تأثرت اكثر شيء المنطقة الوسطى وبعض المنطقة الشمالية، حتى يعني المنطقة الجنوبية تقريبا كان تأثيرها اقل من تلك المنطقتين. نعم سيد. كم عاصفة كده يا استاذ عامر ضربت العراق؟ حقيقة تقريبا احنا العواصف اللي تأثر بها البلاد ما يقارب من 9 إلى 10 عاصفة بداية ابتداء من الشهر الواحد، لأن يعني في الشهر الواحد كانت هناك أيضا عاصفة بداية يوم 25/1 على ما أعتقد بدأت أنها عواصف واستمرت هذه العواصف، ولكن هذه العواصف كان تأثيرها أكثر. فإحنا سيد العزيز إحنا من خلال قناتكم الموقرة يعني ندعو المواطن الكريم
الالتزام بالتوجيهات اللي تصدر حصرا من إعلام الهيئة العامة للنواء الجوي لكونها المصدر الرئيسي للدولة العراقية، والابتعاد عن صفحات التواصل الاجتماعي اللي صارت أول بالموضوع تأويل كبير قبل هذا حدوث العاصفة. وإحنا أيضا قبل هذا الحدوث العاصفة نوهنا يا أخوان أن عاصفة حال العواصف الأخرى. لذلك يعني هذا من هذا الرعب لدى المواطن عندما صفحات التواصل الاجتماعي تساند هكذا أعمال. طب الناس لازم تخرج عشان لقمة العيش يعني، وبالتالي ماذا يفعلون؟ يعني ما هي نصائحك لأنه مجبر أنه يطلع ومجبرة أن تخرج العراقية، وبالتالي ماذا تفعل لتقلل نسبة الضرر؟ هسه احنا اليوم أنا طبعا صار اليوم أنا أتجول بالعاصمة بغداد، يعني منذ ليلة أمس لحد هذه اللحظة تقريبا نتجول احنا بالعاصمة بغداد، أشوف يعني رغم ما أكو عاصفة بس حركة المواطن اللي يكثر بالشارع طالع يشتغل، يعني حسب ما تفضل جنابك يعني لقمة العيش دا يشتغل المواطن دا يتجول بالسيارة، ولكن البعض منهم مرتدي الكمامة اللي تعتبر واقية من الغبار وغيرها، ولكن لا يستطيع المواطن أن يجلس في البيت مكتوف الأيدي بسبب العواصف. تعرف بعد لقمة العيش تكون صعبة. نعم سيدي. أنا أشكرك أستاذ عامر الجبري مدير إعلام هيئة الأرصاد الجوية العراقية، شكرا جزيلا أستاذ عامر. لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه على يد رجل اعتقل بعد الواقعة، وأقال مصدر قريب من التحقيق إن مشادة وقعت قبيل 7 صباحا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة 8، وأقالت النيابة إن ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة، وأن تحقيقا فتح في جريمة القتل العمد، كما لم يتم التأكيد من أن المشتبه به استخدم سلاحا. مصدر أمني فرنسي كان كشف أن المشتبه به لا يتمتع بكامل قواه العقلية، وأن الواقعة لا تبدو أنها عمل إرهابي. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: السجن مدى الحياة لجندي روسي في أول قضية جرائم حرب في أوكرانيا. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. في أول محاكمة متعلقة بجرائم الحرب منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قضت محكمة أوكرانية بسجن جندي روسي مدى الحياة عقب إدانته بقتل مدني أوكراني.
بناء على ما ورد أعلاه، قضت المحكمة بإدانة فاديم يفغينيفيتش شامارين المولود في 17 أكتوبر عام 2000 بارتكاب جريمة جنائية بموجب البند الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا وتحديد عقوبته بالسجن مدى الحياة. قال الكرملين إن الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرضه أشد العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأشار الكرملين إلى أنه يتعين على الجنود الروس توخي الحذر من الهجمات الإرهابية في جنوب أوكرانيا، معربا عن قلقه إزاء محاكمة أوكرانيا جندي روسي بارتكاب جرائم حرب. بدوره استبعد الناطق باسم الكرملين إمكانية مبادلة أسرى كتيبة أزوف الأوكرانية الذين استسلموا في ماريوبول بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدوفيتش المحتجز لدى كييف. مدينة لم يبقى منها إلا الحطام والركام، إلا أن الجنود الروس بدأوا يزيلون الألغام من أراضي مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا بعد خروج مئات المقاتلين الأوكران من المعمل المترامي الأطراف خلال الأيام الماضية. وشهد الموقع تفجير ألغام تحت السيطرة وإزالة الحطام من المصنع الذي ظل لأسابيع طويلة محاصرا باستخدام الجرافات العسكرية. من كييف ينضم إلينا مراسلنا هناك حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك، نبدأ بمتابعتك للعمليات العسكرية. حذيفة أهلا بك محمود. يعني العمليات العسكرية اليوم تشهد هدوء في الجبهات المختلفة، وطبعا عندما أتحدث عن هدوء أتحدث عن عدم هجوم وضغط من قبل القوات الروسية للاستيلاء على أراضي جديدة أو للسيطرة على أراضي جديدة. طبعا إطلاق النار مستمر في الجبهات جميعها ولا يتوقف، وهذا يسميها العسكريون هو إطلاق النار أو الهجوم الدفاعي. رصدت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم أن القوات الروسية تحاول أن تسيطر وتركز وجودها في المناطق التي كانت قد سيطرت عليها بالفعل وبناء دفاعاتها في تلك المناطق، ولا تحاول اليوم اكتساب أراضي جديدة. طبعا أشد الجبهات محمود هي من منطقة بوباسنا إلى باخموت، هذا هي المنطقة التي يركز الآن الجيش الروسي يعني فيها، ويحاول أن يصل إلى منطقة باخموت، وكذلك طبعا من ليسيشانسك في اتجاه سيفر دونسك. هاتين المنطقتين هما مهمتان بالنسبة للجيش الروسي، وذلك للاستيلاء على كامل أراضي المنطقتين الانفصاليتين دونسك ولوغانسك. طبعا بعد الاستيلاء على باخموت يمكن للقوات الروسية أن تلتف وتحاصر المنطقة المتبقية في منطقتي دونسك ولوغانسك، و نعم أيضا بالسيطرة على سيفر دونيسك أيضا تكون قد سيطرت على آخر المعاقل في منطقة دونيسك الانفصالية. وطبعا جبهة خاركوف هي ما زالت مفتوحة، ولكن نعم لم ترصد عمليات هجوم جديدة من اتجاه أزوم ومن اتجاه الحدود الروسية أيضا. طيب حذيفة، ما يصلك حول مصنع أزوفستال وعملية ومدينة ماريوبل بشكل كامل؟ نعم، يعني بشكل واضح بعد السيطرة التامة للقوات الروسية على مدينة ماريوبل وعلى ميناء ماريوبل وكذلك أزوفستال، الآن المعلومات تفيد بأن القوات الروسية تعمل على إعادة تشغيل ميناء ماريوبل، وذلك تمهيدا لعملية نقل كما قال الرئيس فلاديمير زيلنسكي. وتحدثت السلطات الأوكرانية في مناسبات مختلفة عن عملية سرقة كما سمتها القمح الأوكراني والحبوب
الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية، وبعد ذلك تصديرها من الأراضي الأوكرانية، خاصة طبعا المناطق التي تسيطر عليها. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن هنالك 22 مليون طن من المنتجات الزراعية محتجزة الآن، وقام الاتحاد الروسي بالاستيلاء عليها. وأيضا طبعا هذا يوافق ما قاله اليوم في حديثه الذي عندما خاطب المنتدى الاقتصادي الدولي، وتحدث عندما سئل سؤال مهم جدا: ما الذي يمكن أن نقدمه لك؟ هذا السؤال سئل للرئيس فلاديمير زيلينسكي من قبل المنتدى، وقال بشكل واضح هو يعني عملية إعادة تشغيل الموانئ الأوكرانية، وقال أن القمح الأوكراني والمنتجات الزراعية الأوكرانية المحظورة الآن من الخروج عن طريق الميناء قد تشكل أو تكون السبب في أزمة غذاء عالمية. وقال أنه يجب على العالم أن يضغط على الاتحاد الروسي لفك الحظر عن الموانئ وفتح الموانئ لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. طبعا أيضا الرئيس فلاديمير زيلينسكي ركز في خطابه في المنتدى الاقتصادي الدولي اليوم، ركز بشكل كبير على عملية العقوبات الاقتصادية وأن تكون حقيقية، وأن لا يحاول لا رجال الأعمال ولا الشركات ولا الدول الالتفاف على هذه العقوبات لتحقيق مكاسب، وذلك دفاعا طبعا عن الديمقراطية كما سماها وعن الحرية، ولإيقاف الاتحاد الروسي من الزحف والتوسع في هجومه كما سماه على العالم بشكل عام. طب حذيفة، بالنسبة لي كنا نتحدث كثيرا عن المهجرين والنازحين، هل هناك مدن تشهد عودة بشكل، خصوصا كييف، عودة الذين خرجوا أو نزحوا أو هجروا أو لجأوا خارج أوكرانيا؟ حذيفة، طيب أنا لم يسمع سؤالي. أنا بشكرك حذيفة عادل مراسلنا المتواجد في كييف. حذيفة شكرا جزيلا لك. كشف طبيب لبناني عن وجود حالتين اثنتين لجدري القرود في لبنان، إحداها جنوب لبنان وصلت من إفريقيا. وكانت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة اللبنانية أكدت توارد أنباء عن حالة مشتبه بها بجدري القردة عند طبيب، نافية وجود معطيات كافية لتأكيد تسجيل الحالة أو عدمها. دق مسؤول الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود في أوروبا ومناطق أخرى وصولا إلى الشرق الأوسط، حيث سجلت حالتين في إسرائيل وحالة في اليونان. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه إضافة إلى الحالات الأكيدة بإصابتها بجدري القردة، فإن هناك 28 حالة إصابة أخرى يجري التحقيق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات بجدري القردة، بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار هذا النوع من الجدري. وجهت السلطات في العاصمة الصينية بتمديد العمل من المنزل للعديد من السكان في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة تفشي كورونا بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات اليومية، فيما نشرت شنغهاي المزيد من الاختبارات مع استمرار القيود المفروضة للحفاظ على تقليل الإصابات بعد شهرين من الإغلاق. إلى العنوان. طهران تشكل لجنة للتحقيق في اغتيال خدائي ورئيسي يهدد بالثأر وإسرائيل تتأهب. عشرات اليمنيين أمام محكمة لاهاي للمطالبة بفك الحصار عن تعز، وعمان تتحضر لمحادثات يمنية لبحث الموضوع. عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في العراق، والكويت تعلق رحلاتها الجوية.
الاشتباه في حالة إصابة بجدر القرود في لبنان، والفيروس يواصل انتشاره في عدد من دول العالم. لكم دائما تحياتي، إلى اللقاء.